استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من ملفات عمل وزاره البترول وذلك خلال اجتماع مع وزير البترول طارق الملا، واكد مدبولي حرص الحكومه على عقد اجتماعات دوريه مع الوزراء المعنيين للاطمئنان على الارصده والاحتياطات من السلع خاصه الاستراتيجيه. وخلال الاجتماع اشار وزير البترول الى ان الاحتياطات من جميع المنتجات البتروليه مطمئنه رغم التحديات الاقتصاديه العالميه، كما كشف عن أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها على مدار 42 عاما تحققت في آخر ثماني سنوات فقط وأشار إلى أن تحويل 9000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي الشهر الماضي هو معدل يتم إنجازه لأول مرة